على الهجمه اللي كان خاطئه الى نبيل المساوي. نبيل قدامه عمار يمهد الى اسامه العمدوني، التصويبه والهدف، الهدف من اسامه العمدوني جيد جدا على مستوى التمهيد كان من نبيل المساوي، والتصويبه اسامه العمدوني. اكتشاف هذه المباراه الرقم جيد ومباراه محترمه مثاليه يختمها بهدف جميل في مرمى ايمن المثلوثي. نبيل المساوي لمسه العمدوني اللي جاي من تالي يصوب ارضيه تضرب في القايم، ما قرالهاش حساب ايمن المثلوثي. تصويبه والشوطه نتاع اسامه العمدوني نتاع ملاعبي عنده برشا كره في ساق